اهلا بكم ومرحبا في حلقات جديده من حلقات برنامجنا بيدياتريكس بيزكس، اللي كنا بنتكلم فيها عن اساسيات طب الاطفال اللي من خلالها تقدر تحدد معلومات مبدئيه تساعدك في مذاكره طب الاطفال سواء كنت اندر جرادويت او بوست جرادويت. انا دكتور محمد الفتاح، اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده، وبنرحب بيكم في فريقنا ريسكيو لتقديم الخدمات الطبيه. احنا النهاردة على موعد مع جهاز من الاجهزة المهمة جدا 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 في الجسم، وهي الكيدنيز. دايما بنفكر ازاي الكيدني بتشتغل وازاي هي موجودة وبتقوم ازاي، ودي من خلالها تقدر تفهم وتحس البيدياتريكس رينال ديزيزز بتحصل ازاي من خلال البيزكس اوف بيدياتريك نيفرولوجي. هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم على الستراكشر بتاع الكيدني، نتكلم عن الامبريولوجي، نتكلم بتشتغل ازاي، نتكلم الادويه اللي بتيجي عليها، وبنتكلم كمان على الباثوفيزيولوجي، وبعد كده هنلخص كل الكلام ده في كام كلمه مع بعض. نبدا باول حاجه وهي الستراكشر بتاع الكيدني. اول حاجه احنا طبعا عارفين ان الكيدني بتتكون من، احنا عندنا كليتين، والكليه موجوده فين؟ موجوده في الجزء التحتاني من الابدومن. فين؟ ريتروبروتينيال. فين بالظبط؟ قصاد اللمبر فيرتبري. وعارفين ان هي الكيدني اليمين نازله تحت عن الكيدني الشمال، وعارفين ان ليها ارتيريال سبلاي اسمه رينال ارتري جاي من الاورطه مباشره، وليها فينس درينج رينال فين رايح للانفيرو فينا كافا مباشره. خلينا فاكرين ان الكيدني بتتكون من جزئين، جزء اللي هو بتاع الاكسكريشن وجزء بتاع الدرينج، او جزء بتاع الفلتريشن وجزء بتاع الدرينج. والسيرفس اناتومي بتاعها زي ما مرسوم قدامنا كده اهو، عند الليفل بتاع الريب ما بين 11 و 12 والنحده في اليمين، وفي الشمال هنشوف ان هي عند الريب رقم 11. وعارفين ان هي ورا مجموعه من العضلات، علشان كده لما بيحصل اي مشكله في الكيدني بتاثر على طول بباك بين وممكن كمان بالفيك بين. نشوف بعد كده احنا نتكلم على التركيب الداخلي بتاع الكيدني. الكيدني من جوه بتتقسم لحاجتين، حاجه اسمها بيراميدز او كاليسيز، وعندنا كورتكس وعندنا ميدله، وده هيبان في التقسيمه الداخليه اكتر واكتر. بس خلينا فاكرين احنا عندنا في حاجه اسمها ميجور كاليسيز وماينور كاليسيز، وهم دول بيتجمعوا مع بعض حاجه اسمها بيلفس اللي هو بيسموه بيلفي كاليسيال سيستم. شوف بقى الارتيريال سبلاي زي ما احنا قلنا، رينال ارتري بيخش يتقسم الى ارتريول، والارتريول دي بتتقسم لحاجه اسمها سيجمنتال ارتري، وكل سيجمنتال ارتري بيروح لحته في الكيدني لوحدها من غير اي كولاترالز. عشان كده دي من ضمن الحاجات الكلينيكال اللي فيها، ان الجزء اللي بيتضرب من السيجمنتال ارتري ده بيضرب الكيدني الحته دي تماما بلا رجعه، لان مفيش كولاترالز. لكن من بره ممكن يبقى فيه كولاترالز، لكن الجزء السيجمنتال ما فيهوش كولاترالز، وده اللي بيعمل لي مشكله. عندنا الفينس درينج، الفينس درينج بيبقى جاي من الكيدنز ورايح معاه البارا اورتيك لينف نودز، برضه الليمفاتكس بتاعتنا بنتكلم عنها في الحته دي. نيجي نتكلم بقى على المايكرو استراكشر. المايكرو استراكشر بتاعتنا هي اهم حاجه نعرف فيها الجزئيه اللي بتاعت الجزء الداخلي بتاع الكيدني، وده هيبان ان احنا عندنا الكيدني بتتكون من جلوميرولاي وجزء اسمه بلفيكاليسيل سيستم. ده الجزء اللي اسمه الجلوميرولس والبلفيكاليسيل سيستم اهو، وبينهم كونكشن اسمه التوبيلر سيستم. الجلوميرولس دي بتتكون من افرنت ارتريول، ويعمل الجلوميرولر كابيلاريز وافرنت ارتريول، وبعد كده الجلوميرولس دي تطلع لي البروكسيمال كونفوليتد داكت اللي بتلف وتعمل لي لوب اوف هنل descending ثم ascending، وبعدين يعمل لي ال distal convoluted tubule، وبعد كده ال collecting duct. collecting duct اهي، وبعد كده هي بتقعد تتجمع لحد ما تعمل لي ال major calyces، والميجور calyces دي تعمل لي ال ureter بعد كده. تحت الميكروسكوب بقى زي ما قلنا افرنت ارتريول
وإفرنت أرتريول، وما بينهم بيبقى حاجة اسمها جلوميرال كابيلرز. والجلوميرال كابيلرز دي بيبقى بينها وما بين الكورباسل حاجة اسمها البومنز كابسول أو اللي هي الكابسولار سبيس، وعندنا حاجة اسمها برايتر لير للبومنز كابسول ده. ولو جينا كبرنا الكلام ده هتلاقي ان انت عندك بيبقى فيه اندوثيليال لايننج من بره وابيثيليال لايننج من جوه، قصدي اندوثيليال لايننج ومن بره ابيثيليال لايننج، وعلى الابيثيليال لايننج ده حاجه اسمها بودوسايت. والبودوسايتس هتلاقي ان هي عامله وهي بتبقى راقده على الممبرين ده كده، لان عشان تقفل الجلوميرولاين بينها وبين بعضها، وهي راقده كده بيبقى ليها اطراف، والاطراف دي بيسموها فلتريشن سليتس. المفروض ما بين البودوسايتس وبعضها بتكون بورز بيسموها اندوثيليال بورز، هنتكلم عنها بعد شوية. طبعا هنا الهيستولوجي بتاع التوبيولز، عندنا البروكسيمال كونفرتد توبيول هي عبارة عن كيوبودال ابيثيليوم، بينما لوبو في هنا السكويمس ابيثيليوم في الثن، وفي الثيك اللي هو الاسندنج لوب بيبقى كيوبودال ابيثيليوم برضو. بينما ديسا كونفرتد توبيول كيوبودال ابيثيليوم كولكتنج داكت هتلاقي ان هو بيبقى كيوبودال برضو، وبعد كده بيبقى في حاجه اسمها يوروثيليوم زي ما هنشوف دلوقتي. اليوروثيليوم ده هو عباره عن ايه؟ هو اليوريتر مينلي واليونال بابر واليوريثرا. اليوريتر كلهم هتلاقي ان هم فيهم ترانزيشنال ابيثيليوم، بس نشوف ان اليوروثيليوم بتاع اليوريتر بيبقى معاه ماسلز كتير، بينما بتاع البلادر بيبقى فيه ديتروزال ماسل بس. وهنشوف بتاع اليوريثرا بيبقى في اخره في حاجه اسمها سكويمس ابيثيليوم. طبعا ما ننساش ان في ماسلز حوالين الميكوز بتاعت اليوريثرا دي. نتكلم بقى عن الامبريولوجي بتاع الكيدني. الامبريولوجي بتاع الكيدني بيبدا من حته اسمها انترميديت ميزوديرم. انترميديت ميزوديرم دي حاجه ما بين الانتوديرم والاكتوديرم، بتبقى في نص الجسم، بتطلع هي ثلاث حاجات نفروس، برو وميتا وميزو. البرو نفروس فوق، الميزو نفروس في النص، والميتا نفروس تحت. الميتانيفروس بيجي بعد كده الاريتريك بد ويروح شابط فيها ويعمل المنظر اللي احنا شايفينه ده. الاريتريك بد يخش ينقسم اتنين، ولما ينقسم اتنين كل واحده تنقسم اتنين، وكل واحده تنقسم اتنين، وهكذا. والبادز دي كل واحده بتطلع وتشبك فيها الميتانيفروس. الميتانيفروس تعمل لي الجلوميرولاي، والجزء بتاع الاريتريك بد ده يعمل لي البلفيكال سيل سيستم. وده البيزك بتاع الديزيز هنتكلم عنه لما تيجي تدرسوا بقى الاطفال، حاجه اسمها البوليسيستيك كيدني. لما ما يحصلش كونكشن ما بين الميتانيفروس واليوريتريك باد ينتج عنه ان الميتانيفروس دي تعمل لي سيستات وتبقى بعيده خالص عن اليوريتريك باد، وتبقى الكيدني كلها عباره عن سيستس. هنا اليوريتريك باد زي ما قلنا دخل وعمل انفاجينيشن، والانفاجينيشن ده بيعمل لي جزء من اليوريتر من تحت وجزء من البلفيكال سيستم من فوق، ويفضل يكمل يكمل يكمل. وطبعا المفروض ان هو البادز دي بتتجمع في نقطه معينه، احيانا بيبقى فيلير للكلام ده ينتج عنه حاجه اسمها يوريتريك دوبلكس. نفس الكلام قلناه والبادنج بتاعه اليوريتر والميتانيفروس والميزانيفروس، وتكوين التوبيولز جوه من خلال الحته بتاعه البادنج اللي احنا قلنا عليها دي. بعد ما كل ده يخلص الكيدني بتتكون فين؟ في البلفس زي ما هنشوف بعد شويه. بتطلع وتلف، لما تطلع وتلف تعمل لي المنظر بتاع الكيدني اللي احنا متعودين عليه، اللي هو عند اخر الابدومن واليوريتر باصين في وش بعض. لو ما لفتش بيلزقوا في بعض وتعمل لي حاجه اسمها هورس شو كيدني. الفيديو ده بيقول لك هو الكيدني جت منين. عندنا حاجه اسمها الانترميديت ميزوديرم، وهو ما بين الاكتوديرم والاندوديرم، وبيطلع منه حاجات اهمها هي الكيدني. بيطلع منه البرونيفروس والميزونيفروس والميتانيفروس. البرونيفروس دي حاجه نون فانكشنال وتمبوراري بيسموها ثراسك كيدني وبتختفي. الميزونيفروس هي عباره عن فانكشنال وتمبوراري برضو وبتختفي، او مش بتختفي، بتعمل لنا جزء. يتفضل الميتانيفروس. الميتانيفروس هي عباره عن جزء فانكشنال وبيرمننت بيفضل قاعد وبتبقى تحت. بعد كده اليوريتريك باد اللي هو ده اهو بيبدا ينفجنيت ويخش جوه الميتانيفروس وينقسم ويعمل لي انقسامات ويعمل اليوريتر من اخره من تحت زي ما بنشوف الصوره قدامنا كده. كمان الميزونيفروس ده بيشارك من خلال الداكت بتاعته ان يعمل لي الجينيتاليا او
الداكتس بتاعت الجينيتاليا الفاس ديفرنس والحاجات دي، لكن في الفيميلز الكلام ده بيختفي ويتبقى حاجه اسمها بارا ميزونيفريك داكت، دي بتتكون بعد جين معين. الاوتريك باد بتعتمد على جين، والجين ده هو وجوده بيأثر على شويه جروث فاكتورز، والجروث فاكتورز دي بتكبر لي الليرتس في الاتجاهين لتحت والفوق، والفوق ده يخش جوه الكيدني ويعمل لي البلفيكاليسيا سيستم ويعمل لي التوبيلر سيستم كمان، الجزء اللي هو ما دون الجلوميرولاي يشبكوا في بعض يعمل لك جزء كامل اللي هو الجلوميرولاي والتوبيول والكولكتنج سيستم. علشان كده الكيدني لو الجسم متقسم تلات حتت، الثراسك اريا واللمبر والبلفيك، تبدا فوق وبتختفي وتحت وبتطلع بعد كده وتلف، والجينيتاليا بتبدا في النص اللي هي عند الابدومين وتنزل تحت. طبعا الصوره دي هي صوره الروتيشن بتاعت الكيدني، بتطلع وتلف بتطلع وتلف. وطبعا دي الكونجنتال ديزيزز اللي بتحصل بسبب الديفكتس في اللي احنا قلنا عليه من شويه. طب ايه الفانكشنز بتاعت الكيدني؟ الكيدني فانكشنز بتاعتها فلتريشن واكسكريشن. الفلتريشن من الجلوميرولاي، والاكسكريشن لما نتخلص من الحاجات اللي احنا عايزينها، وبعد ما نتخلص بنري ابزورب، لان الاكسكريشن بيتم مره واحده والري ابزوربشن بيتبقى معاه، وممكن وقت الري ابزوربشن تعمل اكسكريشن تاني. على كل حته في الكيدني طبعا الجزء المسؤول عن الفلتريشن اكسكريشن هو التوبيولز. على كل حته في التوبيولز هتلاقي ان لينا سكه معينه في الفلتريشن والاكسكريشن او للاكسكريشن والري ابزوربشن. هنشوف ان في البروكسيمال كونفرتد توبيول الفلويد اللي بيدخل لها او الفلترت اللي بيدخل لها بيبقى ايزوزموتك، هو خارج من البلاط زي ما هو، بنطلع منه ميه وصوديوم وكلورايد وبيكربونات وبوتاسيوم وامينو اسيدز وجلوكوز، وبننزل فيه هيدروجين اين اورجانيك اسيد اند بيزس. ينتج عن كده ان الفلترت اللي هيمشي في اللوب اوف هينل مفيهوش حاجه تفقد، فبيفقد منه الميه بس. ينتج عن كده ان الفلويد اللي نازل في الثيك اسيندنج لوب اوف هينل بيكون هايبوزموتك، فعشان كده هو بيتخلص بقى من الزياده دي من الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم ويدخل فيه هيدروجين اين. نفس الكلام في الايرلي ديستال كونفرتد توبيول، بناخد صوديوم وكلورايد وكالسيوم ومغنيزيوم. وفي الكولكتنج داكت او اللي هو اخر حته في الديستال توبيول والكولكتنج داكت، اهم حاجه من في الرسمه دي ان احنا هنا تاثير ال اي دي اتش ان هو يطلع لي الميه من الفلترت. فاحنا نقول تاني عند البروكسيمال كونفرتد توبيول بنحصل ايه؟ ابزوربشن للصوديوم والكلورايد والبيكارب والبوتاسيوم والميه والجلوكوز، وبيحصل ايه؟ ابزوربشن برضو للميه في الثين سيندنج لوب اوف هين، ينتج عنه ان الفلترت يكون هايبوزموتك. ونزود ده كمان بان احنا بنعمل ايه؟ ابزوربشن للصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم مره كمان، وبعد كده بنكمل صوديوم وكلورايد وكالسيوم ومغنيزيوم. بيتفضل ان الميه هنا الواحد بيحتاج ان هو يعمل لها ري ابزوربشن في الحته دي اللي هي الليت ديستال كونفرتد بيول، وفي نفس الوقت الحته دي هي اللي بنفقد فيها البوتاسيوم في البول، هي والهيدروجين اين، وده من خلال تاثير الالدوستيرون. نيجي عند الكولكتنج داكت الميدالري بقى، هنشوف ان احنا بنري ابزورب صوديوم وكلورايد وميه ويوريا، وبنفقد هيدروجين اين. نشوف بعد كده ان احنا تاثير الدايوريتكس بيبقى عن طريق اللعب في الالكترولايت اللي احنا قلنا عليه ده. فالثيازايد بتيجي عند البروكسيمال كونفرتد توبيول وتوقف الري ابزوربشن بتاع الصوديوم والكلورايد، بينما اللوب بيجي عند اللوب ويوقف الري ابزوربشن بتاع الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم. ينتج عن كده ان اللوب دايوريتك بتعمل لي هايبوكاليميا، بينما البوتاسيوم سبيرنج كانت بتيجي تعمل ايه؟ كان بتيجي تقلل الري ابزوربشن بتاع الصوديوم بس، وبالتالي اللي بيحصل ان البوتاسيوم يفضل موجود في الانترستيشن فلويد ما يفقدش في البول، وبالتالي فهو بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك. الكربونيك انهيدريز انهبيتور كانت كل اللي بتعمله ان هي كانت بتعمل ايه؟ بتمنتين نسبه معينه من الاسيدز ينتج عنها فقدان لليورين او للميه انا اسف. وهنا الهرمونز الالدوستيرون كان بيعمل ايه؟ والانجيوتنسين 2 والاي دي اتش
والاي ام بي والباراثرمون، وعارفين ان الباراثرمون طبعا لعبه كله على الكالسيوم. الجزء الثاني في الفسيولوجي بتاع الكيدني هو الميكتيريشن او الرينال سيستم، يعني او اليورينال سيستم هو الميكتيريشن. خلاص احنا فلترنا الدم وتبقى فضلات، والفضلات دي محتاجه تنزل في البلفيكاليسال سيستم، نزلت في اليوريتر، اليوريتر زقب بالكونتراكشنز بتاعته ووصلنا للبلادر. البلادر بقى بتفضي ازاي؟ اول ما تتملي البلادر بيحصل ستريتش للريسبتورز اللي موجوده في البلادر دي، والافرنت الازرق اللي احنا شايفينه ده عن طريق الباراسمباثيتك بتودي الاس 1 و2 و3، وبعد كده هم يروحوا باعتين ده عن طريق ايه؟ نيرفس موبيلفيك نيرف، عن طريق البيودندال نيرف اللي رايح اللي هو بيسبلاي الاكسترنال سفنكتر، و ينتج عنه ايه؟ ان هو يريليز. لما يريليز يحصل ايه؟ البني ادم يفضي، وطبعا بيكونتراكت المسلز بتاعه البلادر. طيب بقى لو هو العيان احنا عايزين نكنترول الكلام ده، السمباثيتك بتبعت امبلسز مسؤول عنها الليمبك سيستم، بتعمل ايه؟ بتخلي المسل بتاعه التريجون ريلاكس، بينما البلادر نيك مقفوله، وده اللي هنشوفه في الدياجرام اللي موجود هنا. ده الميكتيشن ريفلكس العادي جدا، بينما الريفلكس هنا لما العيان مش عايز يخش الحمام ايه اللي بيحصل؟ البيدندال نيرف ده بيدوس على الاكسترنال سفنكتر، لما يدوس على الاكسترنال سفنكتر بيخلي العيان ده ما يخشش يعمل الحمام. نرجع تاني للرسمه، ادي الافرنت بيودي ويرجع تاني في الافرنت، ده بيلفيك نيرف، بينما البيدندال ده لو احنا بقى ايه لو هنوقف دي بنستيميوليت، لكن لو هنريلاكس العيان ده بيبدا يعمل ميكتيرش. وده الريفلكس لو احنا العيان عايز يعمل حمام في دي، وهنا لو مش هيعمل حمام، ده ينتج عنه ايه؟ ان العيان قافل السفنكتر، هنا العيان فاتح السفنكتر، هنا البلادر بتكونتراكت، هنا البلادر ريليفد ما بتش بتكونتراكت خالص. من خلال الكلام اللي احنا قلناه من شويه هنتكلم على الادويه اللي بتاثر على الكيدني. عندنا الدايريتكس كلهم جبنا سيرتهم عن طريق اللعب على التوبيولز، بينما اخر حاجه خالص هو الادينوزين. الادينوزين ده بيلعب لعب مش حلو، بيأثر على البلاد فلو بتاع الكيدني، وبيأثر على البروكسيمال كونفلوتد تيبيول، وكمان بيأثر على الكوليكتنج داكت والثيك لوب اوف هانل الاسندنج ليمب. ودي الالكترولايت افكشنز اللي بتحصل مع العيانين اللي هم بياخدوا ادويه من ادويه الدايريتكس، سواء الفايزايد او اللوب او الكارميك انهيدريز انهيبيتور. واللوب في منها بوتاسيوم سبيرنج وفي مش بوتاسيوم سبيرنج. عندنا البوتاسيوم سبيرنج اللي هو الدوستيرون انتاجونست، بينما اللوب هي مش بوتاسيوم سبيرنج. عشان كده اللي يهمنا جدا 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 في السايد افكتس، الديهايدريشن هيكون اكتر مع اللوب لان هو بينزل ميه كتير، بينما الفايزايد مش هيحصل فيها ديهايدريشن، وكل ما العيان يمشي على الفايزايد فتره اطول كل ما تعادل الفلويد بالانس بتاعه يبقى مظبوط. ليه؟ لان هو بيأثر على البروكسيمال كونفيتد توبيولز بشكل مش كتير. هنشوف ان البوتاسيوم بيفقد جامد جدا 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 مع اللوب، عشان كده بنضيف دايما معاه البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. عشان كده في الالدوستيرون انتاجونست ده البوتاسيوم ما بيحصلوش حاجه، يعني بيفضل مستواه في الجسم ثابت لان هو ما بيفقدش عن طريق الكيدني. يهمنا برضو الكالسيوم، الثايازايد بيوطي الكالسيوم، بيحافظ على الكالسيوم قصدي في الدم، بينما اللوب بيوطي الكالسيوم جامد لانه بيزود الاكسكريشن بتاعه. موضوع ان الثايازايد والكالسيوم دي حاجه مهمه جدا جدا، ودي بيستخدموها في العيانين اللي هم عندهم هايبر كالسوريا اللي هو الناس اللي بتفقد كالسيوم بسهوله جدا في البول، ودي مشكله تبيول. بنديهم ثايازايد بيقرط الموضوع ده. طبعا الكلام ده عن طريق ايه؟ عن طريق ان هو بيحافظ على مستوى الصوديوم، ينتج عنه ان الكالسيوم ما بيحصلوش سهوله في الباسج من خلال اللوب، او من خلال قصدي التوبيولز. بعد كده اللوب دايريتك من الحاجات اللي بتعمل لي دايما الكالوزس. ليه؟ لان هي بتمنع فقدان البايكارب، وعشان كده دايما بناخد بالنا من موضوع اللوب دايريتكس والالكالوزس. الجزء الاخير عندنا في المشاكل بتاعت عينين الكيدني او من اللي هي في الديزيز بتاعت الكيدني، ان احنا نعرف الديزيز بيحصل ازاي.
الديزيز عشان نعرف بيحصل ازاي محتاجين نبص بصه على الباثوفيسيولوجي من خلال ان احنا نعرف الكيدني نفسها من جوه قوي 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 بتتكون ازاي. احنا قلنا ان احنا عندنا جلوميرولاي، والجلوميرولاي دي بتتكون من بلاد فيسلز وميزنجيوم. مش بس كده، البطانه بتاعت البلاد فيسل هنا مهمه. ليه؟ لان الجلوميرولار كابيلاريز دي هي مكان الفلتره، والجلوميرولار كابيلاريز دي جواها حاجه اسمها جلوميرولار بيزمنت ميمبرين، والجلوميرولار بيزمنت ميمبرين ده جواه حاجتين، جواه حاجه اسمها اندوثيليال فينسترا، دي اناتوميكال فينسترا. الاناتوميكال فينسترا دي بتعدي حاجات. بعد ما تعدي الاناتوميكال فينسترا ده عندنا في بودوسايتس، بودوسايتس دي راقده على الجلوميرولار بيزمنت ميمبرين وراقده على اندوثيليال كابيلاريز، على الجلوميرولار كابيلاريز، وما بينها وبين بعضها حاجه اسمها فوت بروسيسز. الفوت بروسيسز دي عامله لي فيسيولوجيكال فينسترا بقى. ليه؟ لان هي بتعمل لي نيجاتيف تشارجز، بتحاول انها تزق اي حاجه تعدي من جواها. الجزء الثاني عندنا في الديزيز هو اليورين تراكت انفكشن. اليورين تراكت انفكشن هو عباره عن اورجانيزم ومود اوف ترانسميشن. طب الاورجانيزم، اشهر اورجانيزم هو الايكولاي، تقريبا قرب ال 50% من الحالات. الروت اوف ترانسميشن بقى عندك ايه؟ يا اما يبقى بلاد بورن وده بيحصل في الاطفال الصغيره، يا اما اسندنج انفكشن وده بيحصل في حاجتين، في الاطفال الكبيره النيجليكتد او اللي عنده مشكله كونجنيتال او مشكله جوه الكيدي نفسها، يعني عيان عنده فاسيكولاريك ريفلكس، عيان عنده بوستيريو اوريثرا فالف، عيان عنده مشكله في الميكتوريشن نفسها، عنده نيوروجينيك بلادر، كل ده يعمل يورين ريتنشن، واليورين ريتنشن ده يؤدي الى حدوث انفكشن جوه الكيدني. عندنا اليو تي اي عباره عن سيستايتس ويريترايتس وبايلونفرايتس، والبايلونفرايتس ممكن تعمل لي مشاكل وتعمل لي بايونفروزس. اخر ديزيز عندنا هو التوبيلر ديس اوردرز، وده بيحصل بسبب لخبطه في الالكترولايتس والاسيد بيس بالانس ناتج عن حاجه اسمها رينال توبيلر ديفكتس. في اتنين، رينال توبيلر اسيدوزس وده بيبقى اسيدوزس، وفي بارتر سندروم وده بيبقى معاه الكالوزس. نلخص كلامنا ان العيان ده اهو علشان نفهمه محتاجين نعرف الكيدني بتتكون من ايه والمكونات بتاعتها دي بتشتغل ازاي، ولما نعرف كل ده هنعرف ازاي بتبوظ، ونعرف ازاي بتبوظ هنعرف نختار العلاج كويس. اسئلتكم هتفيدنا، ابعتوا لنا الاسئله على الكومنتس بتاعت الفيديو، واحنا في انتظار اسئلتكم، لان دايما اسئلتكم بتنورنا وتقول لنا هنضيف ايه في الشرح بتاعنا. نلخص كلامنا بقى بكلمتين، الكيدني علشان تعرف هي امراضها بتفهمها ازاي محتاج تعرف الكيدني بتتكون من ايه، ماكرو ومايكرو استراكشر، ومحتاج تعرف بتشتغل ازاي، شغل كبير وشغل داخلي اللي هو المينيوت فانكشنز، وكمان تعرف الديزيز بتحصل ازاي، ومن خلال ده كله تقدر تحدد العلاج الكويس. لو عرفت الكلام ده تقدر تكتب الجود تريتمنت على حسب الكونديشن اللي عندك، سواء العيان ده عنده نفروتك، نفريتك، يو تي اي، كونجنتال ديزيز اوف ذا كيدني، ابستراكتيف ديزيز اوف ذا كيدني، واذا كان العيان ده عنده مشكله من الرينال فيلير اللي هي اكيوت كيدني انجري او كرونيك كيدني ديزيز. سعدت بلقائكم، ويا رب دايما نكون بنديكم معلومه مفيده وسهله وسلسه، ويا رب دايما يكون الشرح بتاعنا بينور حاجات كتير ويوضح لكم البيزكس اللي على اساسها تقدر تبني امراض موجوده في طب الاطفال. اشوفكم على خير، ومستنيين التواصل وتبعتوا لنا الكومنتات بتاعتكم على الفيديو بتاعنا. نشوفكم على خير دايما، ويا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال.